قطع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذ أربابا من دون الله. تبويب دقيق من شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليست طاعة مخلوق في معصية الخالق داخلة في هذا الباب. يعني لو أن شخصا ما قال اضرب فلان وذهب وضربه بغير حق، هذه معصية. أو قال مثلا اشتر لي الشيء الفلان المحرم، الدخان مثلا، ذهب واشترى له، هذه معصية. لكن هل هذه المعصية، هل هذا الأمر لما أمره أن يشتري محرما أو أن يفعل محرما داخل في هذا الباب؟ الجواب لا، كلا. ربنا يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا تعاون على الإثم والعدوان، فيه إثم. لا نقلل من شأنه أن يأمر الإنسان الآخرين بالمعاصي ويطيعونه بالمعاصي، لكن هنا الباب يختلف. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليلي ما حرم الله، فحينئذ يكون إيش؟ فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فالتحليل والتحريم حق الله عز وجل وحده لا شريك له. فمن جعل الحق للعلماء أو للكبراء أو للأمراء، هم لهم الحق في التحليل والتحريم، هذا الذي قد يكون إيش؟ اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. انتبهوا لهذا، لأن كثير من الناس يكفر الحكام ويكفر الرعية، يقول أنتم تطيعون أمراءكم. وشيخ الإسلام تيمية يقول من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله. لا، هذا فرق كبير. ما في مسلم وهو مسلم يقول أن المخلوق الفلاني له حق أن يحرم وأن يحلل، أبدا. بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحلل ويحرم بأمر الله عز وجل، حتى قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطاع بإذن الله، ربنا جل وعلا أوحى إليه. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر لا يحق له أن يحلل ولا أن يحرم، يفعل المحرمات يترك الطاعات، هذا عاصي. يطيعه أتباعه أولاده بما حرم الله عز وجل، تعاون على الإثم والعدوان، لكن لم يتخذهم ولم يعبدونهم من دون الله عز وجل، إذ ما اعتقدوا بأن فلان أو فلان سواء عالما أو أميرا أنه إيش الحق له في التحليل والتحريم. ما قالوا هذا الشيء، وإنما هم مسلمون وهوى وضعف نفس يعصون الله عز وجل كسائر الناس، كل الناس يعصون.